مشاهدينا متابعينا الاعزاء، حبلنا الكريم، ما زالت الانطلاقات متواصله، منافسات السن الحقائق مع هذا المساء الجميل، مع اجواء شحانيه، الاجواء الرياضيه ومع الاجواء الذهبيه والبشرى الساره التي بدات تتلافى علينا من عاصمه الميادين، من ميدان الوثبه ابو ظبي من دوله الامارات العربيه المتحده، بعد انتزاع هجن الشحانية للكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرنزية، وفي منافسات قوية مع ايضا الاسنان الباقية. اذا نتواصل مع هذا الشوط وقلوبنا مع منافسات سن الثنايا القعدان في ميدان الوثبة. اذا انطلاقة شوطنا الثامن مع هذه المسيرة لفئة القعدان، نبدأ مع المركز الأول لنتابع سراب على المركز الأول، عبد الهادي بن صالح بن سعيد آل فهيد المري، ثاني المراكز زيزوم على المركز الثاني، سهيل بن حمد بن سهيل بن حفار المري، المركز الثالث للسلالة الثاني المراكز تواجد وتقدم الواصل سعيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، المركز بهذه اللحظات الاستلاء على المركز الثالث من الجانب الايمن صاحب الشعار الاخضر والابيض ينحجب رغم عنا من ذري في القعود الثاني. المركز الرابع نتابع بارود محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعيه، اتضحت امور الثالث اللي هو نهاب احمد بن سيف بن سيار المنصوري. خامس المراكز التواجد من المركز الخامس اللي هو المحيط لسالم بن راشد بن عبد الله بن مطر بن الضبيعه الاكتبي. هذا هو النداء الاول، النداء الاول مع انتصاف المسافه، انتصاف مسيره هذا الشوط وانطلاقه الاسماء. اعود مجددا الى اول المراكز لاستجد النداء مع المركز الاول ومع الصداره لاتابع الاثاره المستمره على أرضية ميدان التحدي. يا سلام، تغيرت أمور الصدارة، يا لذكريات هذا الاسم، يبدو بأن أبوها اللي هو بارود يبدو بأن أبو القعود المشارك. نعم، هذا من سلالة بارود، بارود الدعية، هذا المتواجد القعود على المركز الأول. إذا الإنفاز في هذا المساء الناموس ناموسين، ناموس سبقة وناموس الإنتاج، بارود محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. المركز الثاني اللي غير مجريات الشوط سراب عبد الهادي بن صالح بن سعيد الفيد المري، المركز الأول، المركز الثاني بارود بن الدعية، المركز الثالث التواجد من نهاب، المركز الثالث نهاب احمد بن سيف بن محمد بن سيار المنصوري، المركز الرابع، رابع المراكز المحيط سالم بن راشد بن عبد الله بن مطر بن ضبيعه الاكتبي، المركز الخامس اللي وصل متعب عبد الله بن علي بن عبد الله بن عريج. هذه الاسماء، هذه الشعارات الحاضره والمتواجده في مسيره هذا الشوط. الله، الاسماء قادمه، الشعارات اتيه، سيل جارف من الاسماء ترقبوا قدومها في الوقت المناسب. الكيلومتر الاخير، كيلو العمليات، كيلو الصراع، كيلو القوة مع هذه الأجواء القائمة، الأجواء المقيمة على أرضية ميدان الشحانية. أعود إلى سراب، سراب 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 على المركز الأول على المقدمة والصدارة، تعود ملكية عبد الهادي بن صالح بن سعيد آل فهيد المري. المركز الثاني، الله، المركز الثاني متعب عبد الله بن علي بن عبد الله بن حريج، المركز الثالث يا سلام، وصل بهذه اللحظات، تقدم من يحمل رقم 33 شعار بن مقارع، شعار بن مقارع، شعار الشيبه مع انطلاقه المركز الثالث. ما هم دون عندها 33 لحظات بنوافيكم معلومات. المركز الرابع وصل الشهم ناصر بن علي بن حال بن سلامة، لكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى سراب، ما زال انطلاق ذاتي بدون أي تعليمات، أعصابه في ثلاجة. الله، سراب سراب سراب، عبد الهادي بن صالح بن سعيد آل فهيد المري على المركز الأول وعلى الصدارة بانطلاقة أول المراكز بدون أي تعليمات. ما شاء الله،
أصدرت التعليمات في اللحظات الأخيرة بتحليق مميز بانطلاق رائع. نهني ونبارك لمالك سراب عبد الهادي بن صالح بن سعيد آل فهيدة المركز الثاني. وصل الشهم لناصر بن علي بن حاج بن سلام الهادي المركز الثالث. إذن عند خط النهاية بنوافيكم بها في الإعادة. مخرج أبو شارب ولا عليك أمر عطى المراكز الخمسة الأولى بعد التوقيت الزمني. توقيت سراب 6 دقائق 4 ثواني زي من الثاني، توقيت مميز. نهني ونبارك لعبد الهادي بن صالح بن سعيد الفيدة المري المركز الثاني. من يحمل كم رقم الثاني أبو شارب؟ 6 دقائق 5 ثواني 6 أجزاء من الثانية. نعم الشهم لناصر بن علي بن حاج بن سلام الهادي المركز الثالث. نعم 31 لو متعب. توقيت الزمني 6 دقائق 5 ثواني 6 أجزاء من الثانية. الثاني تفرق لمالك متعب عبد الله بن علي بن عبد الله بن عريج.